طيب نيجي بعد كده للكونكشن تايبس. يعني ايه الكونكشن تايبس؟ احنا دلوقتي قلنا ان انا بيبقى عندي في سبلاي وفي لود. السبلاي ده ممكن قلنا يكون يا ستار يا دلتا، واللود ده برضو ممكن يكون يا ستار يا دلتا. ففي عندي 4 تايبس اوف كونكشن بتوين السبلاي واللود. ممكن السبلاي يكون ستار واللود دلتا، ممكن يكون السبلاي بتاعنا دلتا واللود ستار، ممكن يكون السبلاي ستار واللود ستار، وممكن يكون السبلاي دلتا واللود دلتا. فكل كيس من دول احنا هندرسها او هنحل عليها مسألة عشان نفهم ازاي بنقدر ان احنا نشتغل عليها. لو جينا شفنا اول كونكشن عندنا اللي هي الستار ستار كونكتد، يعني معناها ان السبلاي ستار واللود ستار برضو. فهنا عندنا السبلاي ادي ال VAN وادي ال VBN وادي ال VCN وكونكتد ثرو نيوترال، وادي اللود عندنا، ادي اللود اللي هو بتاع المتوصل على الفيز A، وادي اللود المتوصل على الفيز B، وادي اللود المتوصل على الفيز C. طيب ساعات بنلاقي بقى شوية impedances كده زيادة، زي عندنا هنا مثلا زد لاين وهنا زد لاين وهنا زد لاين. دي بتبقى عبارة عن ايه؟ دي بتبقى عبارة عن الامبيدنس بتاعة الترانسميشن لاين اللي موجود عندي between السبلاي وبتوين اللود. وبرده في عندنا زد ان برضو اللي هي الامبيدنس بتاعة الترانسميشن لاين بتاع اللي هو النيوترال لاين بتاعنا. يبقى كده عندنا الزد ال كابيتال دي اللي هي الزد لود عندنا اللي هي بالانسد واي كونكتد، وعندنا ال VAN وال VBN وال VCN ده بيبقى اللي هو السبلاي اللي هو الثري فيس سبلاي بتاعنا. لقينا برضو ان انا مثلا في الرسمة دي او في السيركت دي كان عندي زد اس دي اللي هي الريزيستنس او الانترنال ريزيستنس بتاعت السبلاي. هلاقي برضو في 3 امبيدنسز عندنا هنا اهوت. طيب السيستم ده بالانسد ولا لا؟ بالانسد. ليه؟ لان كل الفيزز عندنا شبه بعض. ادي كده ال VAN equals to VBN equals to VCN، الفيز شيفت between them 120 degrees، الماجنتيود قلنا equal، السميشن بتاعهم equal. ولو جيت بصيت على الامبيدنسز هلاقي ان الامبيدنسز متوزعة بالانسد برضه. عندي 3 ZS اللي هما الانترنال ريزيستنس بتاعت السبلاي، وعندي في كل لاين ZL او اللي هي ال Z transmission line، وعندي اللود بتاعنا balanced برضو. ادي زد لود الاولانيه ايكوال للثانيه ايكوال للثالثه، والفيز شيفت بتوين ذم برضو ايه متساوي. فكده هوت عندنا ده balanced star star connected. نشوف example عندنا هنا هوت مدينا supply. لو جينا بصينا على supply هلاقي ان هو 110 انجل 0 و110 انجل نيجاتيف 120 و110 نيجاتيف 240. يبقى كده ده بالانسد 3 فيز سبلاي. طب كونكتد ازاي؟ كونكتد ستار. طب عندنا ان؟ لا ما عندناش نيوترال في السيركت دي. طيب لو جينا بصينا عايزين نتاكد ان هو بالانسد هلاقي ان هما الثلاثه ماجنتيودز ار ايكوال 110، والفيزز بتاعتنا ادي 0 ونيجاتيف 120 ونيجاتيف 240. يبقى كده مظبوط. طيب نيجي بعد كده هوت مشينا في الترانسميشن لاين AA وBB وCC. ده الترانسميشن لاين لقيت ان انا ال 3 impedances بتوعنا R equal اللي هي 5 minus J2 5 minus J2 5 minus J2. يبقى كده هوت ده ايه اللي هو الترانسميشن لاين impedance. طب نيجي نبص على اللود بتاعنا، اللود هلاقين هو برضو ايه connected star. ادي الطرف الاولاني بتاع اللود، وادي الجزء الثاني، وادي الجزء الثالث، وكونكتد ستار ومتوصلين ثرو البوينت دي عندنا. طيب والفاليو بتاعتها 10+J8 و10+J8 و10+J8. يبقى كده برضو اللود بتاعنا بالانسد، وزد 1 equals to زد 2 equals to زد 3. طب هنحل المساله دي ازاي؟ في المسائل اللي من النوع ده بنعمل حاجه اسمها البير فيز سيركت. يعني انا هشتغل على فيز واحدة والباقي هيكون زيها، او هعرف اجيب الباقي منها. يعني انا لو جبت الفولتج مثلا بتاع ال VAN هعرف اجيب ال VBN وال VCN، لو جبت ال VAB اللي هو ال V-line فولتج هعرف اجيب ال VBC وال VCA لان هما في relations between them. طيب فانا هرسم ال perfect circuit عشان اقدر ان انا احلها. يعني بشتغل على فيز واحدة من التلاتة فيزز وهعرف اجيب بقية الداتا من التلاتة فيزز. طب لو جينا رسمنا الفيز سيركت بتاعتنا
هلاقي ان انا كان عندي فيه سبلاي اللي هو ال VAN، وكنا عارفين الفاليو بتاعته تقريبا كانت 110 انجل 0. وبعد كده هو كان في عندنا ترانسميشن لاين في الفيزا الاولانيه اللي هو 5 ماينس جي 2، وعندنا اللي هي الزد بتاعه الترانسميشن لاين اللي هي 10 بلس جي 8. يبقى كده انا رسمت الفيز سيركت بتاعتنا، وبنبتدي بقى نشوف هو هيطلب ايه في المساله. هو كان طالب عندنا الكرنت بتاع اللاين كرنت بتاعنا اي اي اي. طيب الاي اي هيساوي ايه من السيركت؟ عادي هيساوي الفولتج اللي هو ال VAN divided by ال summation بتاعة ال impedances عندنا، يبقى هتساوي اللي هي VAN اللي هي 110 angle 0 وال impedances عندنا اللي هي 5 minus G2 plus 10 plus G8. فكده جبنا عندنا ال IA هيطلع 6.81 negative 21.8. طيب ده كده هو ال line current، واحنا عارفين ان في ال star connected ال line هيكون بيساوي ال phase. طب عايز اجيب بقية اللاينز بتاعتنا الكارنت فيهم بكام؟ اي بي واي سي، او اي بي بي واي سي سي اللي هو ماشي في الترانسميشن لاين عندنا. طب هنجيبه ازاي؟ بالريليشن بتاعة الانجل والماجنتيود. انا عارفة ان انا الاي بي هيبقى السيم ماجنتيود اهي 6.81 او 6.81، والانجل بتاعتنا هتبقى نيجاتيف 21.8 ماينس 120. فهجيب الانجل بتاعتنا بكام؟ يبقى نيجاتيف 21.8 ماينس 120 هتطلع نيجاتيف تقريبا 141.8. طب الاي سي هنجيبها ازاي؟ هتبقى برضو السيم ماجنتيود، وبعدين الانجل بتاعتنا هنقص منها نيجاتيف 240 او هزود عليها 120 ديجريز، الاثنين صح، هتطلع لي الانجل الجديده ب 98.2. لو جينا اتكلمنا على تاني كونكشن، لو انا عندي بالانس دلتا دلتا، يعني السبلاي بتاعنا كان دلتا كونكتد واللود بتاعنا كان دلتا كونكتد، فده هيبقى شكل السيركت بتاعتنا. ادي الفي اي بي والفي بي سي والفي سي اي، والثري امبيدنسز ار ايكوال، وزي ما احنا قلنا ان ان كيس اوف دلتا الفي فيز ايكوالز تو الفي لاين، بس الكرنت بتاع الفيز ديفرز فروم الكرنت بتاع اللاين. الماجنتيود كان روت 3 الاي فيز، والانجل بتاعتنا كانت بلس كانت ماينس 30 ديجريز. طيب لو جينا بصينا هنا اهوت، هنقول ان الفي اي بي هي الفي فيز عندنا انجل 0، والفي بي سي هي الفي فيز انجل نيجاتيف 120، والفي سي اي هي الفي فيز بلس 120. لو جينا قلنا اللي هو زي ما قلنا الفيز فولتج ايكوالز تو اللاين فولتج، يعني الفي اي بي equals to V between the lines A و B، وال VBC equal to the voltage أو line voltage between B و C، ونفس الكلام على ال third phase. طب لو جينا بصينا للكرنت عندنا، لو جينا بصينا للسيركت هنا، لو عايز أجيب ال IAB اللي هو الكرنت اللي هو في الفيزة دي، يبقى هو هيساوي ال VAB اللي هو ال voltage between ال two points دول divided by ال value بتاعة ال Z delta. طب لو عايزين ال IBC اللي هو ده الكرنت ده هنجيبه ازاي؟ هقول ان هو عبارة عن ال VBC اللي هو ال voltage across ال impedance دي اللي هو ال VBC divided by Z delta، ونفس الكلام على ال ICA هيساوي ال VAC او VCA divided by ال Z delta. طيب وزي ما قلنا ان ال IA اللي هو اللاين هيساوي ال IAB ماينس ال ICA، وال IB small اللي هو ماشي لي في اللاين هنا هيساوي ال IBC ماينس ال IAB، وال IC اللي ماشي لي في الثيرد لاين عندنا هيساوي ال ICA ماينس ال IBC. وعرفنا قبل كده ان ال I line in case of ال delta connection هتساوي root 3 في ال I phase، والانجل بتبقى lagging اللي هي negative 30 degrees. طب نحل مسألة مع بعض. عندنا a balance delta connected load، ماشي، يبقى اللود كده دلتا having an impedance ال value بتاعة 3 impedances 20 minus J15 is connected to a delta connected positive sequence. positive sequence اللي هي ال ABC زي ما قلنا ان انا في عندي 2 sequences ممكن نمشي عليهم يا ABC يا ACB، فال positive sequence هي ال ABC having VAB اللي هو اللاين او الفيز فولتج بتاع الدلتا equal to 330 degrees angle 0.
عايز يحسب ايه؟ عايز we need to calculate بقى ال phase current of the load and the line current، عايز ال I phase وعايز ال I line. طب هنحل المسألة دي ازاي؟ ادي ال circuit بتاعتنا، هو كان مدينا ال VCA وال VAB وال VBC، مديها لنا مدينا ال value بتاعت ال Z delta اللي هما كانوا equal لبعض. طب عشان نحلها هنقول زي ما قلنا IAB هتساوي ال VAB اللي هو الفولتج اللي مديهولنا على ال Z delta، يبقى 330 angle 0 degrees divided by ال Z delta كان مديها لنا ب 25 angle negative 38.87. جبنا كده ال IAB ده اللي هو ال current اللي هو في أول phase. طيب مش احنا عارفين ان في relation ما بين ال currents اللي في ال phases مع بعض؟ احنا عندنا جبنا ده، يبقى ال IBC اللي هو ده هيساوي the same magnitude و angle negative 120. ادي the same magnitude اللي هو 13.2 وال angle بتاعتنا اللي هي 36.87، هعمل منها subtraction negative 120. طب عايزين نجيب ICA، هتبقى برضو the same magnitude وهعمل addition ل plus 120 او negative 240، اي حاجة على ال angle الاولاني. يبقى كده plus 120 على 36.87 هتطلع معانا اللي هي third angle بتاعة ال ICA. يبقى كده جبنا ال 3 phase currents اللي هو ال IAB وال IBC وال ICA. طيب مش احنا عارفين ان في relation ما بين ال line current وال phase current، فنقدر نجيب ال line current عندنا. هقول ان ال line current اللي هو IAA هيساوي اول حاجه الماجنتيود روت 3 في الكرنت بتاع الفيز، يبقى روت 3 في اي اي بي، والانجل بتاعته هشوف الانجل بتاعت فيز اللي هي الاي بي وهنقص منها نيجاتيف 30 ديجريز. طيب هي الانجل كانت بكام؟ الانجل كانت ب 36.87، فهنقص منها هعمل سبتراكشن ل 30 ديجريز هتطلع لي ب 6.87. يبقى انا كده جبت اللاين الاولاني اللي هي الاي اي اي. طب نجيب اللاين التاني واللاين التالت ازاي؟ هتبقى بنفس الطريقة، ده same magnitude اهي، وهنقص من الانجل اللي جات لي دي negative 120. اللي هي اللاين التالت اللي هو ال IC هتبقى ده same magnitude اللي هو 22.86، وبعدين هعمل addition 120، يبقى 6.87 plus 120. خلاص يبقى كده جبنا ال 3 lines. يبقى انا في المسائل بتاعة ال 3 phase انا بجيب حاجه واحده بس، سواء مثلا الفيس كارنت او الفيس فولتج هقدر اجيب منه بقيه الفيزز. برضو نفس الكلام لو جبت اللاين كارنت او اللاين فولتج هقدر اجيب منه مين بقيه الفيزز. ليه؟ لان انا عندي ريليشن ما بين الفيز وبعضها ان هما ذا سيم ماجنتيود، والفيز شيفت ما بينهم نيجاتيف 120 وبعدين بلس 120، وعارفه ان الريليشن ما بين اللاين والفيز ان هي روت 3، بضرب الماجنتيود في روت 3. ولو بجيب فولتج بعمل اديشن بعمل اديشن ل 30 ديجريز، ولو بجيب كارنت في حاله الدلتا بعمل سبتراكشن ل 30 ديجريز. لو جينا شفنا الثيرد كونكشن عندنا اللي هي بالانسد واي دلتا كونكشن او ستار دلتا كونكشن، بيبقى عندي السبلاي ستار واللود عندنا بيبقى الدلتا. طيب لو جينا بصينا للريليشنز، اول حاجه الستار زي ما احنا عارفين ان ال VAN هتساوي ال V phase angle 0، VBN هتساوي ال V phase angle negative 120، وال VCN هتساوي ال V phase plus 120. نيجي بعد كده لو عايزين نجيب ال AB اللي هو الفولتج between ال lines عندنا اللي هو الفولتج ده، زي ما قلنا ان هو هيساوي root 3 في ال V phase و angle 30 degrees، و VBC هتساوي root 3 في ال V phase و angle negative 90، وال VCA هتساوي root 3 في ال V phase و angle plus 150. فكده جبنا اللي هو ال line voltages عندنا. طيب لو عايزين نجيب بقى ال IAB، ال IAB اللي هو ال current flowing through the phase بتاعة ال delta بتاعة ال load، هتساوي ال VAB على ال Z delta، وال IBC هتساوي ال VBC زي ما قلنا على ال Z delta، وال ICA هتساوي ال VCA على ال Z delta عندنا. طيب لو جينا عايزين نجيب ال IAB ممكن نجيبها بطريقة تانية، هي عبارة عن VAN minus VBN اللي هو ال line voltage على ال Z delta، واللي هو هيبقى اللاين فولتج على الزد دلتا زي ما قلنا. وبعد كده لو عايزين نجيب الاي اي اللي هو اللاين كارنت،
هو هيبقى عبارة عن IAB minus ICA. عايزين نجيب IB اللي هو اللاين كورنت اللي هي ماشي في الترانسميشن لاين، BB هيبقى عبارة عن IBC minus IAB، والIC عندنا لو عملنا عند النود دي هيبقى equals to ICA minus IBC اللي احنا عارفين ان هو اللي هو جبناه قبل كده اللي هي برود 3، والانجل بتاعتنا بتبقى لاجينج نيجاتيف 30 من الفيز كارنت عندنا. طيب احنا بقى عارفين ان الاي سي اي الريليشن ما بينها اللي هو الكارنت اللي ماشي هنا والكارنت اللي ماشي في الفيز اي بي، فعارفين ان الريليشن ما بينهم ان هما they are equal in magnitude والانجل بتاعتنا نيجاتيف 240 degrees. هقول ان الاي اي اللي هو اللاين كارنت هنجيبه بطريقة تانية، هو نفس الكلام اللي فوق بس هنجيبه بقى بالانجلز والماجنتيود زي ما قلنا قبل كده، هيساوي ال IAB minus ال ICA. هعمل substitution بالفاليوز بتاعتنا، هيطلع ان هي الماجنتيود زي ما قلنا root 3 في الكارنت بتاعنا، والانجل بتاعتنا بتبقى lagging بنيجاتيف 30 degrees. دي طريقة تانية عشان اجيب بيها اللاين كارنتس، او البروف تاني عشان اقدر ان انا احسب بيه اللاين كارنتس بكام، اللي هي الـ IA small والـ IB small والـ IC small. طيب يبقى كده زي ما قلنا الـ I line equals to root 3 في الـ I phase، و احنا قلنا ان الـ I line equal لبعض في الماجنتيود والـ I phase equal لبعض في الماجنتيود. خلاص احنا عرفنا الكلام ده من السلايدز اللي فاتت. نشوف example مع بعض على third connection. عندنا balanced ABC star connected، يبقى supply عندنا star، ومدينا الفولتج بتاع الفيز بتاعتنا ب 100 انجل 10، و is connected to a load الدلتا، اللود بتاعنا دلتا، والزد دلتا بتساوي equals to 8 plus J4 ohms per phase. برضو عايز calculate الفيز and line currents. هنا هو انا هخلص الزد دلتا، الزد A equals to زد B equals to زد C، التلاتة قد بعض، وعشان هو balanced load عندنا. لو جينا بصينا ازاي نحل المسألة، عندنا two solutions. اول solution احنا عندنا الزد دلتا دي هي given في البروبلم عندنا اللي هي ب 8 plus J4، و given كمان اللي هي ال voltage across اللي هو ال V phase بتاع ال store بتاع ال supply بتاعنا ب 100 angle 10. طيب لو جينا بصينا على السيركت بتاعتنا، لو جينا جبنا ال V line هنا وعملت له ديفيجن باي الزد دلتا، مش كده انا جبت الكرنت اللي ماشي او فلوينج ثرو الفيز عندنا؟ يبقى كده لو جبنا الفي لاين وعملت له ديفيجن باي زد دلتا، جبت كده الفيز كرنت اللي هو فلوينج ثرو الدلتا لود. فده اللي احنا هنعمله في اول سولوشن. هيبقى عندنا الفي اي ان ايكوال 100 انجل 10، هنجيب الفي لاين بتاعنا اللي هو الفي اي بي. قلنا ان انا بجيب الماجنتيود ملتبلايد باي روت 3 عشان اجيب اللاين فولتج، والانجل بتاعتنا بزود عليها 30 degrees، فجبنا كده هوت ايه الفيز بتاعتها، وجبنا كده الفي اي بي. جينا بعد كده هوت عايزين نجيب الفيز كارنت، هقول ان احنا زي ما قلنا هو عبارة عن في لاين على الزد دلتا، هعمل لهم ديفيجن، هيطلع لي ده كده الاي اي بي اللي هو اول فيز عندنا الكارنت بتاعها. طب هقدر اجيب منها الاي بي سي والاي سي اي سيم ماجنتيود، والانجل نيجاتيف 120 بلس 120، فجبنا اللي هي الاذر فيزز اللي هي الاي بي سي والاي سي اي. طيب هو كان عايز كمان الاي لاين، يعني عايز اي اي بكام واي بي بكام واي سي بكام. طيب انا عارف، وعشان نجيب اللاين كارنت زي ما قلنا هيبقى عبارة عن روت 3 في الفيس كارنت، والانجل بتاعت الفيس كارنت هعمل منها سبتراكشن النيجاتيف 30، فجبنا كده الكارنت بتاع اللاين الاولاني. عشان اجيب اللاين التاني واللاين التالت المفروض ان هما ده سيم ماجنتيود، هيبقى الماجنتيود بتاعهم هما التلاتة ده سيم، والانجل زي ما قلنا بعمل سبتراكشن في اول اللي هي فيس بي، بعمل سبتراكشن نيجاتيف 120، وعشان اجيب فيز سي بعمل اديشن ل 120 degrees. طيب السكند ميثود عندنا يعني هما الطريقتين صح، الاسهل ان انا عندي ده دلتا كونكتد لود، انا لو حولته لستار كونكتد هيبقى عندي شكل السيركت الجديد كده. فعشان اجيب الاي لاين بتاعنا هتبقى اسهل بكتير.
هقول ان الاي لاين على طول هتساوي الفي فيز على الزد بتاعه الستار. طيب الزد بتاعه الستار هنحسبها ازاي؟ احنا عارفين ان هو بالانس دلتا لود، وخدنا قبل كده ان انا في ريليشن شيب بتوين، ان او اقدر ان انا اعمل ترانسفورميشن ما بين الدلتا للستار. لو انا عندي بالانس لود او عندي الثلاثه امبيدنسز ار ايكوال، عشان اجيب الفاليو بتاعه الدلتا بتاعه الستار عندنا، يبقى هقول ان هي الفاليو بتاعه الدلتا ديفايدد باي 3. يبقى كده انا جبت دي اللي هي الزد دلتا اللي هو كانت جيفن في المساله ديفايدد باي 3، وعندي الفي فيز هنا كانت برضو جيفن، فهعمل ديفيجن للفي فيز على زد دلتا على 3. جبت كده الاي لاين، وهجيب من الريليشنز اللي فاتت اي بي واي سي، وارجع اجيب منهم الفيز كارنتس اللي هو الاي اي بي والاي بي سي والاي سي اي بالطريقتين صح. يا اما هحول الدلتا لود عندنا لستار لود، يا اما هشتغل على شكل المسألة زي ما هو جيفن في المسألة، ان انا عندي ستار ودلتا وهجيب الفي لاين واعمله ديفيجن باي زد دلتا واشتغل بالطريقة الاولانية. اللاست كونكشن عندنا اللي هو الدلتا ستار كونكشن، بيكون عندي دلتا السبلاي بتاعي دلتا واللود بتاعنا بيكون ستار. فالدلتا خلاص احنا عرفنا ان انا ال VAB او الفيز بيساوي اللاين، ف VAB هتساوي في فيز انجل 0، VBC هتساوي في فيز انجل نيجاتيف 120 او في بيك، وال VCA هتساوي ال في بيك بلس 120. طيب لما باجي احل المسألة بتاعت الدلتا ستار، هي ليها كذا طريقة للحل. اول طريقه ان انا هعمل على شكل الدايره زي ما هي جيفن كده بالظبط، هروح عامله كي في ال في السيركت دي، يبقى نيجاتيف في اي بي بلس الاي اي في الزد ستار ماينس الاي بي في الزد ستار، عملت كي في ال في اللوب دي هيطلع لي بزيرو، وهقدر ان انا هيبقى الانون بتاعي اللي هو الكرنت الاي اي ماينس الاي بي، هقدر ان انا اجيبهم عندي واجيب من الريليشنز بتاعتنا بقى الفيز كرنت ايا كان اللي هيبقى مطلوب في المساله. فدي اول طريقه ممكن احل بيها. السكند ميثود عندنا ان انا ممكن احول الدلتا سبلاي ده احوله لستار سبلاي، واحل بالبيرفيس سيركت بتاعتنا. ادي الدلتا سبلاي هحوله لستار. طيب بنحوله ازاي؟ هقول ان انا ال في اي ان هتساوي ال في فيز على روت 3 انجل نيجاتيف 30، وال VBN هتساوي ال V phase على root 3 وهنقص negative 120، وال VCN هتساوي ال V peak على root 3 plus 90 degrees. وبعد ما حولنا ال supply بتاعنا ل store، هقدر ان انا اقول ان ال IA هتساوي ال VAN على ال Z store، لان شكل ال circuit بتاعتنا هتكون كده على طول. ادي هيكون في supply من هنا وفي عندي اللي هو ال Z store بتاعتنا. خلاص كده، وبرضه هجيب بقية الفيزز واللاينز بالريليشنز اللي احنا عارفينها. في طريقة تالتة، في طريقة تالتة ممكن ان انا احول اللود عندنا اللي هو الستار احوله لدلتا، وهشتغل ان انا هيبقى عندي دلتا سبلاي مع دلتا لود، وهنشوف شكل السيركت برضه ونجيب الريليشنز بتوين دم وابتدي احل المسألة عندنا. نشوف اكزامبل هنا عندنا بالانسد دلت ستار كونكتد لود، عندنا لود بالانسد الفاليو بتاعت الزد ب 40 بلس جي 25 از سبلايد باي ا بالانسد بوزيتيف سيكونس، قلنا يعني اي بي سي دلتا كونكتد سورس اهو وذ ا لاين فولتج، مدينا اللاين فولتج بتاعنا الفاليو بتاعته او الماجنتيود ب 210. كالكوليت ذا فيز كارنتس، عايز اللي هو الاي اي بي والاي سي اي والاي بي سي واللاين كارنتس بتاعتنا، ويوز في اي بي از ريفرنس اللي هو زي ما احنا شغالين عشان احنا بوزيتيف سيكونس فا اي بي سي. طيب هنشوف السولوشن بتاعتنا، هو هنا في السولوشن في الريفرنس حول الدلتا سبلاي حولهولي لستار سبلاي، فلما احوله احنا عندنا اللي هو الفي اي بي كانت ب 210 انجل 0، هنبتدي ان احنا نحولها لستار كونكتد سورس. فهعمل ايه؟ هعمل ديفايدد لل 210 دي ديفايدد باي روت 3، والانجل بتاعتنا هتبقى نيجاتيف 30 degrees. وعندنا كانت جيفن اللود امبيدنس كانت 40 بلس جي 25، فهعمل ديفيجن للفي اي ان اللي احنا جبناها اللي هي لما حولت الدلتا لستار،
و divided by Z star هيطلع لي اللاين كارنت الفاليو بتاعته هتطلع ب 2.57 angle negative 62 degrees. طيب عايزة اجيب ال IB وال IC هقول ان هي the same magnitude، مرة هعمل subtraction ل negative 120 ومرة هعمل addition ل plus 120. وزي ما قلنا في كذا طريقة ممكن احلها على وضعها ده، هقول ان هي VAB equals to IA في Z star minus IB في Z star، فاحلها على انها يعني problem circuit عادية خالص، ابتدي اشتغل عليها وانا عارفة في relation ما بين ال IA وال IB، فهقدر ان انا اعمل substitution ويبقى عندي one unknown في one equation، واقدر ان انا احل المسألة بال KVL، وبرضو اقدر ان انا اغير الشكل اللود بتاعنا اخليه دلتا لود، وهتبقى برضو perfect circuit عندي voltage وعندي impedance واحدة، هعمل لهم division على بعض هجيب الكرنت flowing through الفيز بتاعتنا. دي كده هوت زي تيبل اللي هو التلخيص بتاع الريليشنز بتاعتنا في حالة اللي هي الستار ستار او ستار دلتا او دلتا دلتا او دلتا ستار. الريليشنز دي خلاص احنا فهمنا هي جت منين، بس ده زي كده هوت ابريفيشن او اللي هو السامري بتاعت الريليشنز اللي احنا قلناها، وقلنا ان انا لما بيكون في عندي ستار بيكون الفيز فولتج ايكوال تو اللاين الفيز فولتج بتبقى ديفرنت من اللاين فولتج، بس الكرنتس عندنا هما دي ار ذا سيم. العكس بيحصل لما بيكون في عندنا دلتا كونكشن، وعرفنا في كل كونكشن ازاي اقدر ان انا احل المسائل بتاعتنا زي ما شفنا في السلايدز اللي فاتت.